دلوقتي هنروح نبدأ حلقتنا مع حضراتكم بتقرير هيعرض كل ما تم في الفعاليات الرياضية امبارح، المباراتين وملخص للمباراتين، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. خلينا أقول لك أنا سعيد جدا 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 بالتجمع اللي موجود، بكل النجوم اللي موجودة، بالجيل اللي هو لعيبة كتير حققت إنجازات ونجاحات لبلدها والأنديتها. فسعيد جدا بكل الكباتن اللي موجودين، لأن يمكن احنا بقالنا فترة التجمع ده ما حصلش. النهارده ان يكون كمان في العالمين الجديدة، فأنا أعتقد أني مبسوط جدا جدا باستعادة الذكريات، وإن احنا قعدنا بقى نحكي في ذكرياتنا القديمة. والنهارده كمان اعتقد زي ما انتم شايفين الناس كلها مستمتعه اللي موجوده بالمنافسه، يعني شايفين منافسه قويه. احنا مش جايين يعني هي حاجات كلها طبعا يعني فور فان، بس لا احنا واخدينها بجديه واخدينها بشكل حلو. الناس اللي موجوده ناس مبسوطه، فكلنا سعداء وسعداء باليوم، وندعو الناس كلها ان هي تيجي وتشوف العالمين الجديده، لان فعلا في نجاحات كبيره جدا موجوده على ارض مصر. جايين نلعب مع بعض وجايين نتبسط وجايين نبسط الناس، انما في النهايه احنا بنبعت رساله ان في مكان او مدينه جديده اتعملت، وبنبعت مسج بيقول للناس تعالوا شوفوا استمتعوا بالاجواء اللي موجوده. مش كده وبس، كمان انا سعيد جدا جدا باني في سياحه اجنبيه كمان موجوده، وده اللي يمكن اسعدني بشكل كبير جدا. فده دورنا المجتمعي ان احنا نيجي النهارده ونساند بلدنا في ان احنا النهارده زي ما انت قلت ان احنا نعمل ترويج سياحي من خلال المباريات دي. وانا زي ما قلت لك الناس كلها موجوده والناس كلها مبسوطه، وده شيء يسعدنا قبل شيء. حاجه طبعا على مستوى عالي جدا، وحاجه جديده من نوعها ان انت بتعمل تحدي على الكره الشاطئيه بالنسبه للجيل الذهبي. يمكن تقريبا اغلبيه اللعيبه كلهم طبعا نجوم وكباتن كبيره، لكن ما لعبوش شالنج او تحدي بالشكل ده قبل كده. اجواء كويسه، يعني اهتمام كبير جدا من الناس المسؤوله، حضور جماهيري على اعلى مستوى، تغطيه اعلاميه كبيره جدا. فيعني مش عايزين نحسد الناس، بس ان شاء الله باذن الله اتمنى ان الامور تخرج في السياق اللي الدوله بترتب له الفتره اللي جايه. يعني لازم نشكر المسؤولين في الدوله ان يحولوا المكان ده للشكل الجميل اللي احنا شايفينه، حاجه فوق الوصف يعني. فلازم نشكر المسؤولين في الدوله، العالمين الجديده حاجه فوق العظمه يعني. والايفنت كمان لازم اشكر كوستا الكوره على الايفنت اللي منظمينه بشكل رائع، مجمعين كل نجوم اللعبة النهاردة موجودين، مدين للحدث متعة بشكل كبير جدا. فحدث جميل وكل الناس مبسوطة وفي تفاعل كبير جدا من الجمهور، ورجعتونا ورا شوية حلمين. يعني بنشوف النهاردة مصطلحات في المدرجات، عايز تهده هات لي جده، والحضري والصقر وكابتن حازم إمام، في نجوم كتير هنا جدا يعني، كابتن عبد الستار صبري، زيبيو الكرة المصرية. لا في حدث جميل جدا، مبسوط جدا بوجودي هنا النهارده. كلنا بص يعني هو الموضوع فني والكرة فعلا للترفيه، لكن برضو انت كلاعب كرة بتبقى عايز تكسب، كل الناس بتبقى عايز تكسب، لكن في النهاية كله داخل الإطار، كلنا بنحترم بعض وبنحب بعض. بعد المباراة سلمنا على بعض، الكسبان قلنا له مبروك والخسران النهارده لك ليه. المتعة في ان احنا جايين حدث ترفيهي يعني، والاكتر ان احنا مبسوطين عشان الناس مبسوطه، فده المهم في الموضوع يعني. لا الصراحه كان مهرجان حاجه جميله جدا ومشرفه، ويعني واتبسطنا الصراحه، وشفنا لعيبه برده قدام، وبرده رجعوا لينا حاجات ذكريات قديمه يعني، بس حاجه جميله الصراحه مشرفه. بشكر تنظيم دسكارتي على المجهود اللي عملوه معانا، وتنظيم البطولة من أول للآخر من امبارح لغاية النهاردة بجد إمكانيات بسم الله ما شاء الله عليها. وبشكر النجوم اللي جت شرفت العالمين، احنا أصلا سكان هنا ومسافر بره ومنيجي، بس أنا حبيت أحضر النهاردة، وبإذن الله خطوة بخطوة هنحقق اللي احنا عايزينه. والله حاجة جميلة جدا، واحنا يعني متعودين من الناس دي لما نيجي نتفرج عليهم كانوا بيفرحونا زمان. منتخب حسن شحاتة 6 و8 و10 شفناهم تاني من جديد، كانوا وحشينا كلهم، فكرونا بالبطولات بتاعت منتخب مصر كان بياخدها، والتنظيم كويس قوي، والموجودين الجمهور بيشجع بطريقه حماسيه كويسه، وحاسس ان كنت في الاستاد اصلا دلوقتي، والناس كلها مبسوطه، وجو الساحل جميل، والعالمين حاجه نظيفه جدا وجميله، ويعني بصراحه مبهره وبتشرفنا قدام العالم كله يعني. النهارده اليوم كان جميل، لعيبه كتيره، لعيبه الجيل الذهبي، كابتانه كابتن حازم امام، اللعيبه اللي احنا شفناهم بيمتعونا النهارده، متعونا زمان وبيمتعونا دلوقتي. يوم حلو، مدينه العالمين جميله، وشكرا سياده الرئيس السيسي. لا بصراحه كان حاجه كويسه جدا، حاجه ما حدش كان متوقعها اصلا. كنت جاي كده يعني مش فاكر ان الموضوع هيبقى حلو للدرجه دي،
اللعيبه كلهم بيلعبوا بحماس، الماتش كانهم بيلعبوا فعلا بجد. انا بصراحه مستني ماتش بكره بتاع النهائي، عشان جيت انا اتفرج على فرقه حسام غالي بصراحه تاني، عملوا ماتش جامد جدا. وان شاء الله الحفلات بقى اللي بيقولوا ان هي هتتعمل دي والحاجات دي مستنيينها ان شاء الله.